جد سعيد اليوم بالحضور في فعاليه الندوه بمعيه الاخوه اخوانكم في الشبكه الاستقلاليه. بداية شكرا لجريدة أخبار الفجر المغربية على المواكبة ديالها والتتبع ديالها لهذا النشاط. هذا النشاط يندرج في سياق الأنشطة التي اعتادت الشبيبة الاستقلالية أن تنظمها في إطار تتبع الشأن العام اللي هو كنعتبره أحد أهم الرسائل اللي كتقدمهم الشبيبة ديالنا، بحيث أننا نتبعوا الشأن العام، نترافعوا على قضايا الشباب، وكذلك ندافعوا على جميع القضايا ونكونوا في جانب الشباب. ندوة اليوم هي بعنوان برنامج عمل الجماعة قراءات متقاطعة. هذا كنعتبره أمر أساسي، هو أنه هذا برنامج عمل الجماعة اللي غادي يرهن جماعة القنيطرة لمدة 6 سنوات، خصنا أولا نتعرفوا شنو هما أبرز الأسس ديالو، الأسس اللي تبنى عليها، شنو أهم المشاريع المرتقبة اللي غادي تكون في هذا البرنامج ديال عمل الجماعة، وكذلك نقدموا بعض المقترحات، نقدموا رسائل من أجل تجويد هذا البرنامج، وهذا الشيء كامل كيصف مصلحة مدينة القنيطرة، وباش نكونوا إن شاء الله مساهمين في تنمية مدينة القنيطرة. وشكرا. أولا شكرا على الاستضافة. نحن اليوم في لحظة من الاحتفال، طبعا تلقيت دعوة من الشبيبة الاستقلالية لمشاطرتهم طبعا الرأي والتصور المرتبط بأهم وثيقة مرجعية في التنمية الترابية على مستوى الوحدات الصغرى في الطرح الجهوية التي نحن كورش جديد سياسي لهم الجماعات. برنامج عمل الجماعة، أنا أهنئ اللجنة المنظمة على اختيارهم لهذا الموضوع. اليوم طبعا سيكون نقاش فيه مستفيد، لأن برنامج عمل الجماعة في إطار القانون التنظيمي 114 أعطى لهذه الوثيقة أولوية وأعطى واحد الأهمية أساسية، وباعتبار أنه أهم وثيقة مرجعية التي تمثل لنا على مستوى الترابي منظور المزالج الترابية، خاصة المزالج الجماعات، منظورها التنموي لترابها للجماعة، وهذا شيء مهم. أكثر من ذلك، برنامج عمل الجماعة في صيغته الحالية وفق طبعا سواء ما جاء من نصوص تنظيمية في القوانين التنظيمية للجماعات أو في المرسوم التطبيقي 316-2 المنظم لمسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، يجعل منه وثيقة لها أبعاد إلى جانب البعد التنموي، تشكل محطة تشاورية مع جميع الفاعلين وجميع مكونات الجسم الترابي ديال الجماعة عامة. أكثر من ذلك، إعطاء هذه الوثيقة صبغة إخبارية وإعلامية أساسا، خاصة المكونات المجتمع سواء المدني أو المجتمع المحلي كاملا، لأنه وثيقة لا تهم مجلس الجماعة بكثر من أنها تهم جميع الأطياف وجميع المكونات التي هي معنية بها بالأساس، وهذا ما يمكن قوله.